الأستاذ عدنان، عضو مجلس إدارة الأستاذ عدنان، مساء الخير. أستاذ عدنان، ايه يا فندم، مساء الخير. سامعني كده؟ سامعك. مساء النور يا فندم، اهلا ازيك؟ بحضرتك. تحياتي لأهل بورسعيد كلهم، حبايبنا وإخواتنا. يعني ربنا يبارك في عمر حضرتك يا فندم. الحقيقة يعني استقالة حسام حسن وبريم حسن صدمة لبورسعيد. اكيد طبعا، استقبلتوها صدمة ازاي يا كمان استاذ كأعضاء عدنان؟ مجلس إدارة، كمجلس إدارة بالكامل. استقبلتوها ازاي؟ ما الموضوع لا يصدق، يعني موضوع ما فيش أي أسباب، ما فيش أي مبررات، استقالة بدون أسباب. بنسمع بقى من على المواقع، وبنسمع في مداخلة عملها الكابتن حسام، والواحد في حالة تعجب، يعني مداخلة حسام الواحد قال في ايه حالة فيها؟ تعجب صراحة. قال ايه يا استاذ ايه؟ عدنان؟ قال ايه حسام في الاستقالة؟ قال لو هنلعب هرجع تاني يوم. طب ازاي؟ يعني انا مش، يعني مش قادر برضو استوعب الكلام ده. انت النهارده حضرتك عارف وضع المباريات عندنا ماشي ازاي، وعارف الاتجاهات اللي احنا ماشيين فيها كمجلس اداره، ماشيين في اللجنه الاولمبيه، وماشيين مع الفيفا، وماشيين مع اتحاد الكوره، وماشيين مع الامن، وماشيين مع الدنيا كلها. فانا مش عارف، وحضرتك عارف الكلام ده، بل بالعكس احنا كان مقدر لنا ان احنا نلعب اول الموسم في استاد بورسعيد، وبعد كده لما كان عندنا مباراه الجونه في الغردقه، وعندنا المباراه تقريبا في تكلاب بره، لا او مباراه اسمه فرقه افريقيه عندنا كانت اول التصفيات بره، وكان عندنا بعد كده ماتش الاهلي في برج العرب. فكلمنا مع الاستاذ ثروت سويلم، ونقلنا المباريات كلها، قلنا ننقلها كلها برج العرب لحد ما نخلص المشكله اللي عندنا دي بتاعت كم المباريات اللي متطرفه بره دي، على اساس ده هيبقى اجهاد على الفريق عندنا. فالمواضيع كلها معروفه من اول الموسم، انت هتلعب فين، الموسم ده هتلعبه فين، الكلام ده كله معروف. ايه اللي غير الامور؟ وبعدين ايه اللي غير الامور بعد ماتش افريقيا؟ فبالنسبه لنا الامور كلها مبهمه، ولا توجد اي سمك مشكله خالص يعني حسام ما نهائيا اتصلش بأي حد من مجلس الإدارة ولا رئيس نهائيا النادي؟ نهائيا. طب هو قدم الاستقالة لمين يا أستاذ عدنان؟ بعتها مع الكابتن طارق سليمان للسيد مدير عام النادي، لان حضرتك عارف الاستمرار بيه بره مصر، هيوصل فجر اليوم النهارده ان شاء الله، يوصل بالسلامة إن شاء الله. الله يسلم عمر حضرتك. في موضوع بالنسبه لنا مش مستساغ، وموضوع غريب جدا جدا، ولكن المصري عمره ما يقف على حد ولا على بالظبط حد مجلس ادارته. بالظبط بالظبط المصري بالظبط. فرقه كبيره جدا جدا، فرقه عمرها 98 99 سنه، شهدت نجوم في كل المجالات وفي كل المراكز، فعمرها ما هتقف على اي حد، وللبيت رب يحميه، واحنا بنتحمل كل المسؤوليه قدام اعضاء الجمعيه العموميه، قدام جمهورنا الغالي، ان احنا نبقى محافظين على اسم وسمعه المصري اللي في مكانه وقدر معين من يوم ما احنا جينا. ده احنا مطالبين بيه، ومحدش يقدر ينكره ابدا، ومحدش يقدر يتنصل منه نهائيا. ده اللي انا اقدر اوعد بيه. استاذ عدنان، استقبل جمهور بورسعيد استقبل الخبر ازاي؟ طبعا في الحزين جدا جدا، لان طبعا الكابتن حسام يعتبر من الناس المحبوبه جدا، هو جدا في بورسعيد، فناس حزينه وناس متعجبه وناس بتقول لك احنا كنا عارفين، يعني اقاويل كتيره جدا، ولكن طبعا الحاله الـ الاكثر حاله حزن، يعني الناس مستغربه، ما فيش اي مبرر، يعني ما فيش اي سبب ان هو يخليك تعمل قرار زي ده والنهارده. طب اشمعنى؟ احنا برضه مش فاهمين، اشمعنى بعد ماتش الافريقي ده؟ يعني انت عندك الماتش اللي جاي مين يا استاذ عدنان؟ عندي الاسماعيلي يوم السبت. السبت؟ عندي مباراه الكاس اتاجلت لحين البت في القضيه المرفوعه في القضاء المستعجل في اللجنه الاولمبيه، فتم ارجاء المباراه. وتم تاجيلها لاجل غير مسمى، اسف. وبالنسبه لمباراه الاسماعيلي قلنا احنا هنلعب على ارضنا، او الاتحاد الكوره مقترح ان هو ممكن نلعب على استاد اسماعيليه، المباراه دي تبقى مباراه الاسماعيلي. يعني والدور الثاني تبقى بتاعتك عشان تخرج من الازمه، يعني عشان اخرج من الازمه دي، فتبقى جواب جاي لي رسمي ومثبت فيه الكلام اللي انا بقوله ده بالحرف الواحد. يعني طب هو حسام مش عارف كل الكلام ده اللي بيحصل يا استاذ عدنان؟ اللي هي يا فندم، حسام مش عارف ان كل ده بيحصل؟ طبعا عارف. انت عارف يعني ايه مباراه الكاس تتاجل يا كابتن مصطفى؟ حضرتك نجم كبير وعارف، عارف ترجع لاجل غير مسمى، يعني انت جمدت مسابقه لحين البت في قضيه. حضرتك مقدر مدى المجهود اللي بيتعمل؟ حضرتك مقدر المجهود ده؟ يعني انا مش عارف، يعني وحضرتك يعني مش عارف، والجهاز الفني معايا خطوه بخطوه، بقول لحضرتك المفروض ان جدول المباريات يبقى عندي قبل ما الدوري يبتدي، صح؟
فاكيد حضرتك مطلع وعارف المباراه كلها ماشيه ازاي، وكان مكتوب في الكلام ده اللي احنا هنلعب على استاد النادي المصري. فرجع الكابتن حسام اتكلم معانا كاداره وطلع عمل مداخله على الهواء مع تقريبا مع عامر بحسين، وقال لك طب احنا كمجهود ومش مجهود وبنسافر ورايحين الغردقه بعدين نرجع برج العرب وبعدين نرجع بورسعيد نلعب ماتش وبعدين نطلع افريقيا نلعب مباراه بتاعت فدراليه، فده هيبقى ارهاق على اللعيبه. فارجوكم زي ما انا طلبت مجلس اداره النادي انا بارجوكم على الهواء اهو، تخلونا الكلام ده كله في مكان واحد وليكن حتى برج العرب. طيب استاذ عدنان فكرتوا في البديل ولا لسه؟ ان شاء الله اكيد طبعا زي ما انا بقول لحضرتك احنا مسؤولين عن النادي المصري مسؤوليه كامله، في اجتماع مجلس اداره ان شاء الله يبقى في خلال ساعات بس هيوصل رئيس النادي فجر اليوم ان شاء الله في اجتماع مجلس اداره، وهناخد قرار على طول ان شاء الله وهنستف ونرتب البيت على طول داخليا ويكون المواضيع كلها منتهيه وخلصانه ان شاء الله. يعني الكابتن ميمي هيتولى المسؤوليه لحد تعيين مدير فني جديد، نجم كبير راجل بورسعيدي لا وراجل اكاديمي ومدرب وعمل نتائج مع سموحه هايله، واكيد هيبقى من ضمن الخيارات المحترمه اللي عندنا. احنا زي ما انا بقول لحضرتك النهارده ما عنديش بديل غير ان انا اجيب حد انا عارف بعون الله سبحانه وتعالى وبالشغل والاجتهاد حاططني على نفس التارجت بل يزيد. طب الجهاز اجتماع المجلس بقى الكلام ده كله يصار وناخد فيه قرار ان شاء الله. الجهاز الفني كله مشي يا استاذ عدنان؟ الايه؟ الجهاز الفني كله مشي والاداري؟ تقريبا هم الكابتن حسام والكابتن ابراهيم، في اقاويل بالكابتن طارق كان موجود، مش اقاويل كان موجود النهارده ولكن الراجل بيقول لك انا ما اعرفش حاجه اصل ما عنديش اي معلومات، فده متوقع وده عادي بالنسبه لنا ما بنفكرش فيه، ولكن احنا بنبص على الجهاز كجهاز. بنبص على الجهاز كجهاز وهناخد القرار المناسب اللي يبقى في مصلحه الكوره ان شاء الله النادي المصري، مصلحه صوابا يعني كتشكيل كامل لجهاز فني ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق استاذ عدنان، وزي ما حضرتك قلت جمله مهمه جدا، عمر النادي المصري لا هيقف على مجلس اداره ولا لعيب ولا جهاز فني ولا جهاز اداري. أبداً. جمهور بورسعيد العظيم يعمل المستحيل لناديه، واعتقد لعب النادي المصري ان شاء الله في بورسعيد هيبقى حافز كبير جدا جدا للعيبه باذن الله. ان شاء الله يا فندم. بالتوفيق ان شاء الله استاذ عدنان.